السلام عليكم. توفيت أكبر راكبة أمواج جزائرية بخت رمضاني عن عمر يناهز 69 سنة بعدما ابتلعتها أمواج البحر منذ 15 يوما بشواطئ تيبازا. وحسب عائلة الضحية وبعد 15 يوما من البحث عثر على جثتها في أحد شواطئ ولاية جيجل. وسبق لبخت رمضاني وأن مارست رياضة ركوب الأمواج في عدة دول أوروبية وحتى إفريقية وعربية، كما عاشت بعيدا عن الجزائر لأكثر من 30 سنة، وعادت في السنة الأخيرة للعيش فيها وممارسة هذه الرياضة في شواطئ شينوا بولاية تيبازا. وللإشارة، الفقيدة هي خالة الدول الجزائري نبيل فقير. إنا لله وإنا إليه راجعون.